يمكن انا بقول الكلام ده لحضرتك لانه الحقيقه من بدء سماعنا عن يعني الوصول الى اتفاق برعايه مصريه قطريه امريكيه وان هناك هدنه، والجميع كان يتامل انه الناس تتنفس، ولكن يبدو زي ما حضرتك قلت بانه سيظل القصف ربما حتى بدء سريان الهدنه. طيب خلينا نتكلم عن الهدنه واهداف الهدنه، ما هي اهداف هذه الهدنه وهي 4 أيام؟ يعني في أهداف للطرفين، الطرف الأول وهو الطرف الإسرائيلي هو رضخ لهذه الهدنة لعدة اعتبارات وأسباب. السبب الأول ضغوط كبيرة جدا من الشعب اليهودي وبالأخص من أهالي المحتجزين والأقربون لهم، وشاهدنا مظاهرات حاشدة في كل تل أبيب تطالب بنتنياهو بالتعامل مع ملف الأسرى باعتباره أولوية للشعب اليهودي، لأنه في المقام الأول ومنذ بدء هذه العملية نتنياهو كان يتحدث بشكل واضح ويقول أنه لا أهمية لوجود أسرى أو محتجزين لدى حماس، وكان من بنك أهدافه أن يقوم بتحرير هؤلاء الأسرى ولكن عسكريا وليس سياسيا، ولكن الآن رضخ ولم يحقق أهدافه. من أهم أهدافه القضاء على حماس، كان يقول أنه لا هدنة إنسانية أو حتى هدنة لمدة سويعات قليلة، كانت الإدارة الأمريكية تعلن عن هدنة في الشمال لمدة 4 ساعات ويخرج المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية ويقول بشكل واضح أنه لن يتم وقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على حماس. يعني حضرتك متابع معي على الهواء، القصف أهو واضح جدا، مستمر جدا، قوي جدا. طيب أنا هنا يعني السؤال اللي عايز أقوله في ظل هذا القصف، هل يعني هيكون في أمن وأمان بالنسبة للمدنيين؟ يعني هل الهدنة هتبقى فيها عودة للحياة الطبيعية؟ يعني ساعات قبل القصف والهدنة غدا تبدأ في 7 صباحا، هل 7 صباحا غدا هتكون الناس تقدر تتحرك ويبقوا في أمن وأمان بالنسبة لهم؟ أظن أن الإدارة الأمريكية تتخذ كل نفوذها في هذه الجزئية تحديدا، لأن صفقة أو إتمام صفقة تبادل الأسرى هي مهمة جدا للإدارة الأمريكية لعاملين رئيسيين. العامل الأول أن هناك 10 من الأمريكان الذين يحملون الجنسية الأمريكية يعني موجودين ضمن هذه الصفقة، اللي هم 50 محتجز المدني الذين يحملون الجنسية المزدوجة الإسرائيلية وبعض الجنسيات الأخرى، وبالتالي هذا مهم جدا للرئيس بايدن. النقطة الأخرى أنه إذا حنست إسرائيل بهذه الهدنة ولم تنفذها فستجعل صورة الإدارة الأمريكية بشكل سيء جدا أمام كل دول العالم، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، خاصة أننا مقدمين على انتخابات أمريكية. صحيح. ومقدمين بشكل واضح على أن يخوض الرئيس الأمريكي بايدن ورغبته في أن يخوض هذه الانتخابات، وبالتالي يعني جعل الإدارة الأمريكية نفسها في سلة واحدة مع إسرائيل وتحنس إسرائيل بوعودها واتفاقياتها والتزاماتها بهذه الهدنة سيؤثر بما لا يدع مجال للشك على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى شكلها في العالم، ومن الناحية الأخرى على حلفاء استراتيجيين مهمين لديهم علاقات قوية مع الإدارة الأمريكية سواء سياسيا أو اقتصاديا.